كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. احنا يا اليوم احنا اليوم فقنا ديك العشرة العشرة ونص هكا مع الساعة بالضبط. المهم جالسين بحال هكا يا تنفطروا حتى كيبان لنا الضو ترتق ترتق التلفازة واحد المتر باش مشى داك طفى عاود مشى واحد القسم ولا واحد ما مشي بزاف. منين بان لي الضو من التلفازة مشى بحال هكا كون جاب الله واقف شي دري صغير ولا شي حاجة الله يحفظك راه سميتو جاب الله حنا باركين هكا صافي التلفازة خرج منها الدخان كنت كنجري طيحت المكانه ملي مشيت للثلاجه وداك الشيء لقيت كل شيء مشى. ما علموكمش بانه ما علموناش لا ما فقنا في الصباح لقينا الضو ما علمنا حتى شي حد جا الضو بواحد السرعه كثيره عرفتي البوله ملي شعلتها عاد تندير هكا ضرتني في عينيا تصوتات لي سيدي الثلاجه والتلفازه والويفي هادشي اللي كاين تنطالبوا المسؤولين يشوفوا من حالنا راه حنا اللي قال هذاك ما خدامين ما حتى شي حاجه الراجل راه غير مره كيمشي للمحطه ما كاين اللي يشري لنا شي حاجه ورمضان هذا عرفتي مشات لك الثلاجه والتلفازه راه حنا الساكنه ديال تافوكت هنايا مشى لنا الضو جاب واحد السرعه مجهده مشات لي التلفازه ومشى لي الديكودور والثلاجه وترتقات لي واحد البوله في قاع الدار. دابا ما عنديش انا ما خداماش راجلي توفى 16 عام هادي وانا عنو بنتي مره خدامه مره ما خداماش حنا بغينا شي حل اللي يديروا معنا هاد الناس هادو ما قالوا لنا حتى تكملوا ديروا لنا اشنو تحرق لكم صلحوا جيبوا لنا الفاكتوره وحنا ما يمكنش انا ما عنديش باش نصلح هاد الشيء كله ما عنديش باش نصلح ما عنديش اسيد لا اله الا الله. فقنا مع الصباح عادي واحد لقيته تتشعل الضو واحد شويه تنسمع الطاقه تطلق في الضو في البيت عندي كامل شارجور تيخرج منهم الدخان الدخان كيخرج منهم واحد شويه فاش كنجرب شارجر اخر كنلقى كلشي تحرك مشات لي الثلاجه هي اللي مبرونشيه في الضو وخدامه والضو تاع بيت النعاس كامل مشى ليه والبولات ما جا دار معنا حتى شي حاجه كيبانوا لي صحاب الضو دابا جاو الضو ولكن كيقول لك هادشي راه ما عرفناش منين قال لك الضو جا ما فهمت والو ما جات حتى شي حد حنا قاعدين دابا الضو الثلاجه قال لك اشنو جنفو داكشي اللي خاسر وكتبوه في ورقه وعطوه لينا ولا ما غاديش نصلح شي حاجه هما المسؤولين فيها سيدي كان عليهم هما مالين الضو يعلمونا بكري يديروا لينا اعلان كيف هما مالفين كيديروا ولكن دابا هما ما علمونا ما حتى شي حاجه دابا انا مشى لي ريسيبتور وباقي دابا الضو مقطوع يمكن تكون شي حاجه اخرى يمكن حيت داكشي كيطرطق في الدار كله الثلاجه دابا ما عرفتش واش خدامه الفريكو كلشي كلشي الله اعلم دابا المهم يجي الضو عاد يمكن لينا نعرفوا الخسارات اللي كاينين ودابا هما ملي كيهضروا معنا قال لك كتبوا داكشي في الورقه وعاد صيفطوه لينا ما يمكنش خاص دابا شي مسؤول يهضر معنا باش نعرفوا اشنو كاين هما دابا ما كاينش قال لك حكار راح حتى يصايبوا هذا وعاد يشوفوا اشنو يطلقوا لينا الضو نشوفوا الخسارات شنو كاين فيها. احنا كنا خدام في الحل ديال الناحيه تاع الصباح كتفاجئنا تقريبا ديك 98 مشى الضو مشى الضو قلنا راه غادي كيما فات شي بعض الايام كيعلمونا كيصيفطوا شي ورقه بانه غادي تقطع الضو من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه وفي اذا النهار هذا ما علمونا ما والو تتفاجئنا بانه الضو راه مشى ومن بعد ذلك يعني واحد شويه واحد الساعه ديال الماكينه جا الضو كيجا واحد الدرجه ديال ماشي فوط اللي هو قوي فوط ضعيف 280 اللي تنشوف الملتر ديال الدرج مشاو كامل مشاو الدرج ما كاينش 180 ودابا واحد الساعه مازال ما عرفناش لان مشى الضو ما عرفناش التلفازه والثلاجه باش يسوق عليهم هاد المسؤولين راه ثاني مره ماشي دابا اول مره فاش كيوقع لينا هذا المشكل راه ثاني مره فاش كيوقع لنا هذا المشكل هاد الشيء عندهم شي عطب اما يصلحوا المسؤولين مره اما يبداو يضحكوا على الناس ديك المره الاولى تحرقت لينا التلفازه قلنا ماشي مشكل زدنا بحالنا دابا الثلاجه والكاميرا حتى هي راهم دابا نجيب لهم دابا الثلاجه والكاميرا يشوفوا المعلم يمشي يشوفها ودابا هادشي هاد المسؤولين كتهضر معاك يقول لك سير صيب حنا ودي غادي نصيبوا صيبوا نتوما راه كل مره واش الفاكتوره ديال الضو اللي عطلنا عليكم ها سيمانه كتبداو تغوتوا من الشهر للشهر كيتخلص الامور وانت نتوما ديروا حاجه مزيانه الاصلاح اللي بديروه لهاد البروجيكت ديجانكتورات وهذا الشيء ديروا حاجه مزيانه جا المسؤول قال لك راه ما كاين حتى مشكل راه هادي وعوض لهاد الناس هاد الشيء ديالهم.